طبعا يعني احنا مش هنبطل ندور على الجمال ومش هنبطل نقول ايه هي التقنيات الحديثة في موضوع الفيلر والبوتوكس وفكرة الحقن اللي بتدي نضارة. دي طبيعة نسائية بحتة، واي ست هتتريق او اي ست اوف هبوظ شكلكو انتي كده، معناه انك انتي اكيد مش قادرة تعملي الحاجات دي، فقعدي اتعلمي وشوفي، يمكن لو بصيتي على نفسك في المراية هتبقي محتاجة حاجة، هتقدري تتعلمي وتروحي للدكتور تقولي له انا محتاجة كذا. لكن الحب وعشق التجميل في كل ست. فبسعيدة النهاردة يكون معانا دكتورة شيرين فتحي. دكتورة شيرين فتحي جاينا مخصوص من السعودية، وهي أخصائي جلدية والليذر والتجميل، وحاصلة على ماجستير في أمراض الجلدية والتجميل جامعة القاهرة، وحاصلة على شهادة الأكاديمية البريطانية في حقن الفيلر والبوتوكس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. بنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين، ومنورانا دكتورة شيرين فتحي. وفي السعودية بيسموكي طبيبة النجوم، وكانوا فاكرين ان انت سعوديه مصريه تنجح في السعوديه. الرحله كانت عامله ازاي؟ والله انا بدات في مدينه جده بالذات ممكن من حوالي 6 سنين، وانا كنت بشتغل في مصر يمكن من حوالي من وانا في سته طب يمكن من اكتر من 15 سنه، اكتر كمان من 15 سنه مع دكتور استشاري تجميل، فانا كنت المساعده بتاعته اسيستنت. يعني بصراحه اعجبت جدا بالشغل، وانا كنت لسه ممارس عام كنت اسيستنت ليه، وكنت بشوف التجميل الفيلر والبوتوكس والخيوط واجهزه الليزر وكده. ومن ساعتها وانا على طول بعد ما خلصت فتره الامتياز قدمت على تخصص الجلديه والتجميل، والحمد لله انه اتقبل من جامعه القاهره، وبدات بقى رحلتي انه انا كنت اروح الصبح في ان انا ادرس الماجستير في الجامعه، اروح الحضن المرصود كجلديه، وبالليل اشتغل في عيادات التجميل. دكتور انا عندي اسئله كتير جدا، لكن اكتر حاجه انا عمري ما سمعت عنها الشد الوجه المائي. ايوه هو امتى احدده؟ ايه هو؟ هو الشد المائي، هو يقول لك ايه هو الشد المائي؟ ما هو الفيلر عباره عن ميه بس دي كثافه هيلورونيك اسيد. حتى الهيلورونيك اسيد بيبقى الفيلر هيلورونيك اسيد. الهيلورونيك اسيد انت بيبقى عامل ماده زي الجيل، لما بتيجي تدوبيها بيتحول لماده سائله بالظبط شفافه تشبه الميه، فعشان كده سموا الشد المائي ده من كده. الشد المائي يعني لما بنلاقي الواحده شويه بدا وشها ينزل، نبتدي ان احنا نشده بالفيلر. لو وش مليان هنرسمه، هو الموضوع في الرسم، لو وش مليان هقدر ان انا اشده وانحفه، لو وش نحيف اقدر ان انا اشده. كل ده بالفيلر؟ بالفيلر. ما هو هو زي ما يعني سورس اوف ارت، يعني انا ازاي بالفيلر اقدر انحف، وازاي بالفيلر اقدر اعمل لي. كان الاول يقول لك فيلر فهو فيل. فيل. لا هو الفيلر انت بالظبط كده ازاي زي الميك اب. احنا مش بنيجي نعمل ميك اب تقولي كونتور، انا وشي مثلا عريض شويه معلش نحفيه، انا وشي نحيف معلش بالميك اب تقدري. طب امتى اقول ازاي يتعمل ده؟ محتاج تدخل. امتى احس ان انا حقيقي محتاج ابتدي اعمل موازنه ما بينه وما بين الوجه المثالي. اعرف ايه هنا نقاط الضعف اللي عندي. هو في وجه مثالي اللي هو الكونتور، الفك يكون محدد بطريقه معينه، النسبه ما بين الدقن والنك تبقى في زاويه معينه، النوز مع الشفايف مع الدقن بتبقى في زوايا معينه. ايوه طبعا لما نيجي ندرس تجميل بنحط قدامنا الاول الشكل المثالي بالزوايا المعينه. لما تيجي تقارنيها مثلا بواحده جايه لي العياده هي متضايقه معينه، على فكره انت بتساليها الاول انت متضايقه من ده من انت عايزه ايه؟ لازم السؤال ده. هتقول لك انا مضايقني خطوط الابتسامه، مضايقني ان انا دقني متراجع داخله لجوه، فهتقول لي ايه اعملي لي دقني. هقول لها لا انت عشان دقنك مثلا متراجع داخل جوه احنا هنبتدي مثلا من حته تانية ولغايه ما نوصل للدقن عندي خطوط الابتسامه واقعه، طب هو ايه السبب؟ هتقولي لا احقني لي هنا بس. لا هو انت المفروض تشدي هل صح يا دكتور الحقني هنا؟ انا سامعه ان لا. لا ما هو ما هو زي ما بقول كده في خطوط ابتسامه بتبقى اوريدي هي عندها حفره عشان العظم داخل لجوه، فانت الاول طبعا هتبتدي ان انت تشدي من هنا ومن هنا ومن هنا، وفي الاخير خالص انت ممكن تحطي ابر نضاره، انت مش لازم تحقني. ابر النضاره دي على فكره بتحطي كل قد ايه؟ وعلى حسب العمر هنا بقى، لانه عندنا من سن 22 سنه انت بتفقدي الكولاجين. على حسب انت هتحطيها هتستخدميها كل شهر ولا هتستخدميها مرتين في السنه ولا يعني او بروجرام، على حسب طبعا. ان هو لو كل شهر ايه مشكلتها ولو كل سنه ايه مشكلتها؟
شوفي لو كل شهر لو جات لي واحده اوريدي الجلد بتاعها تعبان، يعني احنا بنشوف مثلا واحده ممكن عمرها كبير وعامله عمليه تجميل ووشها مشدود جدا، بس باين برضو ان هي عمرها كبير. ليه؟ الجلد هنا الايجنج، سن الجلد مهم جدا، يعني مهما شدينا ومهما لازم اصلاح الجلد الاول او الحفاظ عليه. ايوه الحفاظ على الجلد، يعني احنا بنشوف مثلا اللي هو الايجنج مع تقدم العمر في ثلاث حاجات مهمين جدا، العضلات والاربطه بتاعتها ومنطقه الدهون والجلد، ده مهم، ده الكفرج بتاع الجسم كله. فده مهم، الثلاثه دول لازم نهتم بيهم. فتيجي تقول لك انا خدت ابره نضاره، تيجي البيشنت تقول لك انا خدت ابره نضاره بس انا مش حاسه انا ما شدتليش وشي، لا ما هو انت في حاجات تانية، في عندك عضلات شويه نزلت، فانا هبتدي يا اما هشتغل باجهزه، او لو اجهزه الشد اللي هي الالتراسونكس زي مثلا اجهزه الهايفو او على حسب عمرها، ممكن الاجهزه دي مش هتجيب معانا نتيجه او نتيجتها ضعيفه، فهنضطر ان احنا نعمل سيرجري جراحه. تمام، في اللي هو الخيوط اللاجراحيه، في لكن ابر النضاره، هي ابر النضاره دي خاصه بمنطقه الجلد. هل ممكن ابر النضاره اللي تحت العين تكلكع؟ النضاره اللي هي خاصه بمنطقه العين اللي هي الصح اللي هي مخصصه لمنطقه العين مش هتكلكع. امتى تكلكع؟ لو انت استخدمتي ماده غلط، عشان كده بقول لك بقى الاخطاء التجميليه وكده، لا انت تبقي عارفه يعني لو استخدمتي ماده تقيله شويه وهي مش مخصصه لتحت العين طبيعي هتكلكع. ده انت لو حطيتي فيلر تحت العين مش مخصص لمنطقه تحت هيكلكع، لازم كل حاجه. ليه بيكلكع يا دكتور؟ عشان كثافته عاليه. وكمان في حاجه تانية، لو انت عندك الجلد رقيق جدا تحت العين ما تحقنيش فيه، يعني في برضه يعني جلد رقيق قوي ساعتها، وفي تكون العروق واضحه جدا ساعتها، في حالات مش هينفع من انت تحقني معاها فيلر. ايه الحل للعين اللي تبقى كده؟ لو جلدها رقيق يبقى هنا هنعمل ايه؟ نحفز الكولاجين اللي هو بابر النضاره الخفيفه اللي هي الميزوثيرابي، او ممكن باجهزه راديو فريكونسي تحفز لك الكولاجين شويه، فمنطقه الجلد تكون تتحسن. هتتحسن. طب ايه قصه موضه الشفايف الروسيه؟ يعني ايه شفايف روسيه؟ هي شفايف روسيه، هو الروس هم اللي عملوا شفايف روسيه، او بصفه خاصه الاوروبيين. ليه؟ لان معظمهم شفايفهم صغير. مختلف. هم اخترعوا الروسيين اخترعوا اللي هي بتبقى منظومه الشفايف اللي هم عشان شفايفهم شويه بتكون صغيره، فهم اخترعوا طريقه عشان تبقى شفايفهم زي شفايف العرب اللي هو احنا، يعني اللي هي تبقى الشفايف مرسومه وفيها قلبه شويه، ايه يكون ليها شكل. طب يعني عايزه سؤال، اوقات كتيره جدا الدكتور بيحقن حلو قوي ال 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 الشفايف، بس بعد فتره بيهاجر الفيلر فيبقى، وده حصلت، يقوم داخل هنا معلي هنا. ده بيبقى عيب حق؟ شوفي انت لو حقنتي اول مره والشفايف كان حجمها حلو وفيها مرونه، عمر ما هيطلع الفيلر. امتى يطلع؟ ممكن يطلع من اول مره لو انت شفايفك مش قد الفيلر المحقون، يعني فيلر تقيل. فدايما لما بدي واحده العياده بقول لها احنا هنعمل تيست لشفايفك بفيلر ممكن يقعد 4 شهور، احيانا الفيلر يقعد معاها سنه. هي اوريدي في ناس عندهم الفيلر بيسحب ميه، يعني الفيلر بعد ما بتحقنيه هي عندها كده، هو الفيلر هيدروفيلك. يعني ايه هيدروفيلك؟ يعني بيسحب ميه، جذب الميه. فاحيانا الفيلر بعد فتره يسحب ميه فيبتدي الشفايف تتنفخ كده او تكبر. احنا احيانا بعد ما بنعمل فيلر بنصحى من النوم نلاقي شفايفنا كده مورمه شويه وبعدين بتهدى. ليه؟ لانه اوريدي الفيلر زي ما قلت لحضرتك عباره عن ميه، فممكن يسحب كمان ميه. انت هاجر انت هاجر لو الكثافه عاليه، لو انت حطيتي فيلر كثافته عاليه بغرض البقاء او ان هو يستمر فتره طويله، او ان انا اكبر حاجه بزياده، او انا مثلا جيت حقنت من 6 شهور وعايزه اروح ازود، فبالتالي الدكتور بيديكي الابره كامله، ممكن تكوني انت محتاجه ربع. دي اخطاء احنا ستات كتير بيفتكروا ان هم كلنا بنقع فيها كتير. اصلا مراجعه تيجي تقول لي انا عايزه، انت عامله ده الفيلر راح فيلنج. ايوه هو ده فيلنج من 6 شهور انا عملت، بس انا الفيلر عندي راح، معلش اعملي لي ابره تانية. بقول لها خلاص احنا خدنا دي، طب وباقي الابره اعمل فيها ايه؟ لا زودي لي، لانه الفيلر انا عارفه ان هو هيروح، فبالتالي انا بحط زياده. هو الشفايف عامله زي البالونه، مش في بلانين بالونه تكون صغنونه كده كل واحده، في واحده شفايفها صغيره وممكن تكبر لحد معين، وفي واحده تانية شفايفها ممكن تكبر اكتر وبتترسم اكتر. سبحان الله كلنا مختلفين، كلنا مختلفين. إيه فالشفايف اكتر على فكره حاجه ممكن يحصل منها مشاكل الهجره والتكتل والكلام، وبتغير في الشكل تماما. بس انا من وجهه نظري انه انا احقن ماده خفيفه
بتقعد معايا وقت اقل تجنبا للمشاكل. ليه؟ لانه الشفايف انسجتها رقيقه، ومع العمر ممكن يحصل فعلا الشفايف دي مشكله وما بترجعش زي اول. طيب ايه قصه ان حضرتك عندك جهاز اسمه اشراق الجمال؟ عياده. عيادتك اسمها اشراق الجمال مش جهاز؟ لا دي عياده. طب السؤال طب ايه احدث جهاز الليزر اللي عندك؟ هو طبعا الاحدث جهاز ليزر، انا عامله الاصدار الاخير من كل جهاز عندي في العياده اللي هو الجنتل ليز برو ماكس، بس عامله اللي هو الاصدار الاخير، فبيكون من غير الم، بيزيل ممكن مناسب كمان للبشرات السمراء. بيعمل ايه بقى الليزر؟ الليزر بيزيل الشعر طبعا. يعني ده الجهاز. وعندي كمان جهاز الشد، ده احدث اصدار نازل. ايوه بتاع الشد ده بيعمل ايه وازاي؟ هو جهاز الالترا فورمر ده موجات الترا سونكس بيشد العضلات، وبرضه هو بيبقى محتاج ان هو وقايه اكتر. يعني انا بتجي لي واحده مثلا في سن مثلا 30 بدات او 35 بدات بلس، يعني ايوه بالظبط. زيه بالظبط الالترا فورمر الجيل الرابع غير الفور بلس الاحدث منه. ايوه هو احدث اصدار نزل من جهاز الهايفو. اوكي. هو احسن حاجه بتميزه ان هو ما فيهوش الم. انا عايز اتكلم على الخيوط، لان في ناس كتير جدا بيقول لا لا خيوط احنا خايفين منها، وانا بشوف ان الخيوط عامله نفس نظام فكره مدرستك في الفيلر، حطي قليل كل 4 اشهر ولا ان انت تبوظي الدنيا. ايه احدث تقنيه ثريدز ممكن موجوده دلوقتي لافته نظرك تحبي تتكلمي فيها معانا؟ بصي، هو الخيوط اللاجراحيه في منها انواع كتير ظهرت في السوق، ولسه بينزل منها وشركات كتير وبرودكتس كتير وماركات كتيره جدا. بس هي الخيوط مش هي فكرتها، اولا الخيوط مش هيدروفيلك زي الفيلر، يعني انت الفيلر برضو ليميت ليه معين المفروض ان احنا ما نتعدهوش، لانه ممكن حقن ورا حقن ورا حقن، في بعض الاشخاص بيسحبوا ميه فيبتدي الوش يتغير مع مرور العمر. الخيوط ما عندهاش الفكره دي خالص، ان احنا بس مع مثلا زي مثلا واحده عامله تكميم وهي عمرها في العشرينات او في الثلاثين ووشها نزل الدهون كانت ماسكه العضل، عارفه ان منطقه العضلات بيبقى عليها دهون ماسكه العضل، فبدات العضلات تنزل شويه والدهون تبتدي تنزل او الوش يبتدي يترهل، لانه الجلد كمان بيفقد المطاطيه بتاعته. احنا بنعمل ايه؟ هي الخيوط بترجع الحاجه لمكانها. يعني انا مثلا بالذات هي احسن حاجه علاج خطوط الابتسامه مثلا وخطوط الحزن، دي على فكره خطوط الحزن اللي هنا دي حاجه برده من الحاجات الصعبه اللي بنواجهها لما بنيجي نحقن فيلر، احيانا ما بتتصلحش. انت تقولي تفضلي هنا الخيوط لما بتيجي تخش، احنا فتحه صغيره على فكره من هنا زي فتحه ابره الفيلر، بتدخلي الكانيولا من هنا وتبتدي تسحب الدهون والعضلات بدل ما كانت هنا بترجعيها لمكانها، وتقعد يعني فتره وتمشي. بتعملي بس ديسبليسمنت، ليه؟ بترجعيها مكانها اللي كانت عليه من زمان. واحسن حاجه بتميز الخيوط ان هي مش بتسحب مويه مع مرور العمر، وبتقعد كمان فتره اطول من الفيلر. طب انا بس ليها حاجات معينه، في انواع كتير من الخيوط ومنها والأمريكي. لا فيها في نوع بيعمل معاه ده الجديد هايرونيك اسيد. ايوه هو ده اللي انا بستخدمه في العياده. طب ده مش بيكبر الوش؟ ده من بعض الناس لما انت بتلاقي واحده وشها نحيف ونازل، فانت هتشديه وتمليه حاجه بسيطه. وفي ناس لا مش هحط لها اللي فيها هيلورونيك ده خالص، لانه اوريدي عايزه شد، هي مش متحمله، مش محتاجه انه يكبر. انه يكبر. اوكي. طب في منطقتين مهملين جدا احنا دايما نركز على الوش وننسى الرقبه والايد. شوفي انا عايزه اقول لك حاجه، احنا مثلا بنلاقي واحده شاده وشها وعامله تجميل، احنا عايزين نعرف عمرها، هنبص اول حاجه ابص عليها هي رقبتها. اقول لك رقبه. ايوه ابص عليها هي رقبتها، وبعد كده انزل على ايديها ابتدي بقى قيمها والتجعيد اللي حوالين العين. دي اول ما تجيلي واحده، وممكن واحده شكلها فعلا عندها شكلها 25 سنه للناس، بس هي ممكن تكون في اكبر من كده ب 20 سنه. تجاعيد العين بقينا بنشوفها في سن ال 20. ايوه سن صغيره جدا. دلوقتي في سن المراهقه ومع الفاست فود فمش مرتبطه بالسن قوي. ايوه فعلا. طب ايه الحل؟ ايه الحل بتاع انا سامعه او دي المدرسه اللي بيقال فيها بيبي بوتوكس، احقني كل فتره الرقبه بيبي بوتوكس، هل ده مفيد؟ شوفي ان دايما لما بنيجي نعمل قررنا نعمل بوتوكس في الجبهه وفي الوش، اعملي معاه دايما بوتوكس في الرقبه، زي ما بتهتمي بالبوتوكس بتاع الفيس اعملي بوتوكس في الرقبه. طب ده ما يوقفش الرقبه؟ بالعكس، انت هتعمليه بنسبه معينه، انت عارفه اللي هي العروق لما تيجي تعضي على اسنانك بتظهر كده العروق دي. دي زي ما ترفعي حواجبك بيبقى فيه تجاعيد، فانا اعملها بالبوتوكس عشان امنع التجاعيد دي. برضه لما تيجي تعضي على اسنانك تبتدي العروق تظهر، لما تحقنيها
مع العمر برضو مش هتظهر العروق دي وتبقى واضحه. آه. زي ما احنا بنعمل بوتوكس هنا والتجاعيد بتبقى ايه مهمة قوي. دي معلومه. طب الايد نعمل فيها ايه؟ توجع قوي الايد برضو زي ما بنحقن بلازما. ايوه وهيلورونيك. انا سمعت عشان كده ما جربتهاش. زي ما بنعمل نضاره للجلد عشان نحافظ على نضاره الجلد وان الجلد دايما يفضل هيلثي وسنه اصغر، برضو بنحقن المنطقه. انت عارفه منطقه الايدين هي عباره عن جلد اصلا، العضلات بتبقى ضعيفه جدا ومنطقه الدهون فلازم نهتم بالجلد هنا اللي في الايد مهم جدا، زي ما بنهتم ان احنا نعمل نضاره عشان الجلد دايما يفضل يعني ممكن احقن نضاره حقن نضاره في ايديا طبعا، وبلاش فيلر لانه بيقال ان الفيلر غلط بيبقى جدا صعب. تحقنيه في الصوابع هيعمل لك مشاكل كتيره جدا اللي هي في المفاصل، غلط جدا تحقنيه هيعمل لك مشاكل في الغضاريف، لكن في الصوابع دايما احقني نضارة، في الايدين دايما برضو احقني نضارة. هو الجلد بتاع الوش برضو زي ما قلت نحقن بوتوكس في الوش احقني بوتوكس معاه في الرقبة، احقني نضارة في الوش احقني نضارة في الايدين، زي ما بنهتم ان وشنا دايما يبقى صحي وما بيعجزش، لان هو فعلا الايدين بتبقى الوش بيبقى ظاهر اكتر. آه. بس الايدين مع العمر واحنا مش واخدين بالنا هيتغير. دكتور شيرين احنا استفدنا جدا منك، منورتينا وشرفتينا. ميرسي جدا. الله يخليك. اسعدتينا ولسه عندنا اسئله كتير، فان شاء الله مره جايه تنورينا. الله يخليك. نشكرك جدا. بنشكر كل الساده المشاهدين، ودايما بخير والى خير، ونشوفكم بخير وبكره يوم جديد. تحياتي لحضراتكم، ونشوفكم بكرة ومواضيع جديدة، وخليكم دايما مع الستات على النهار.